نروح لمروان حمدي واللي قال طلبت الرحيل عن الزمالك والمدربون الكبار لا يتأثرون بالسوشيال ميديا، أكد مروان يتأثرون عفوا بالسوشيال ميديا. أكد مروان حمدي مهاجم المصري بورسعيد إن هو طلب في وقت سابق إن هو يرحل عن نادي الزمالك بسبب عدم الاستقرار، وقال كمان مروان حمدي إن الظروف ما ساعدتهوش إن هو ينجح مع نادي الزمالك وده بسبب المشاكل الإدارية، وقال إن اللاعب يعني عشان يتم تقييمه بشكل كويس لازم إن هو يلعب 4 أو 5 مباريات بشكل متتالي، لكن ده ما حصلش معاه في نادي الزمالك وكنت بشارك في دقائق قليله جدا. وقال كمان ان المشاكل الماديه ساهمت في تراجع نادي الزمالك الموسم المنقضي، والمشاكل الماليه اللي بتساهم في عدم الاستقرار بترجع اكيد بالسلب على غرفه الملابس. وهو شايف برضو مروان حمدي مهاجم فريق مصر بورسعيدي ان في مدربين في مصر بيتاثروا بالسوشيال ميديا وبيقروا التعليقات الخاصه بالجماهير، واتكلم برضو قال ان السوشيال ميديا حتى لو انت مش مركز معاها هتوصل لك برضو.